أستاذ عبد الناصر، السؤال اللي جاي على محمد صلاح، هل الميت مليون مصري اللي يعني حاطين ثقتهم في محمد صلاح، محمد صلاح، هل أداء محمد صلاح هيكون عند حسن ظنهم ومختلف؟ بصي حضرتك أقول لك على حاجة، بس بعجلة عشان أنا عندي أسئلة كتير مش عارفة غير لما أخلصها. محمد صلاح وقتنا ما كنت واثقة أن كوت ديفوار والمدينة اللي فيها المنتخب كلها طالعة على محمد صلاح، وده شرف لمصر. يعني كل الناس رايحة عشان تتصور مع محمد صلاح أو تشوف محمد صلاح أو تقابل محمد صلاح. فإن إحنا يمنع أداء محمد صلاح في المنتخب، إن يبقى في أمال كبيرة زي ما أنت بتقولي عليه، ده طبيعي، لأنك أنت بتتكلم النهاردة في رابع ولا خامس أفضل لاعب في العالم. صحيح. ومن حيث التهديف، من حيث الأداء، اللي عنده رجل من رجلين محمد صلاح الاثنين ما حدش بيملى عينه، فبالك انت لازم نعلق امل. احنا عندنا صلاح والنني وعمر مرموش وحجاز، يعني مجموعه المحترفين اللي عندنا احنا معلقين عليهم امال كبيره. بس انا بتفق معاكي ان ال 120 مليون الله يكون في حال محمد صلاح محملين المسؤوليه كامله. صحيح كاملة. صحيح. بس هو قدها ما شاء الله يا رب. هي خبطة. بس ليه دايما الناس بتنتقده؟ بص دايما رغم ما يقدمه من نجاح، بص صلاح لو سكت مش هيسيبوه، لو اتكلم مش هيسيبوه. محمد صلاح في ازمه الامه في فلسطين حاليا، محمد صلاح اثر الكلام وقرر ان يفعل. طيب. ومن خلال دوله. ففي ناس كتيره يا دكتوره لازم تنقش مع الكبير عشان حد يعمل لها اعتبار، لان هي ملاك لازم دايما كده ليهم وعليهم. لكن عشان يعمل بوم يعني الاهم ان يكون عمل زي ما الناصر بيقول اللي عليه، او بالزبط. هو يقتنع بما يفعله يا دكتور.